الكابتن حسين الشريف، كيف ممكن؟ أول شيء هل واضح لك اللقطة؟ في البداية حقيقة اللقطة بالنسبة لنا ما هي واضحة وضوح كامل، لكن هي تندرج تحت أحداث مؤسفة في المباراة اللي تمثل يعني واجهة للكرة السعودية. وأنا في تصور هذا محصلة لما نعيشه إحنا في الوسط الرياضي من نقص في فيتامين الوعي الرياضي. يعني إحنا لا نزال نكابر بشكل عام، لما عندما أقول نحن الجميع يعني المنظومة الرياضية تعاني عدم تقبل الخسارة، عدم تقبل تحمل الخطأ. نجد أن الأندية أو رؤساء الأندية في كل مباراة يخفقون فيها، تجدهم يبررون الأخطاء بالحكام، بالإعلام، باللاعبين، بالخشونة. الأندية طبعا بدون استثناء بما فيهم الاتحاد والأهلي وكل الأندية، أيضا اللاعبين، الإعلاميين، الجمهور. أصبحنا إحنا حقيقة مجتمع رياضي نعاني معاناة شديدة جدا، وصلنا إلى مرحلة يصعب انتشالها. نحتاج إلى تدخل حقيقة لإعادة هيبة الرياضة السعودية. عندما نتحدث بشفافية ومثالية جدا، ونتحدث يمكن أفضل ناس نتحدث عن الرياضة، لكن عندما نأتي على أرض الواقع ونأتي في أصعب وأحنك الظروف، الجميع تظهر صورته الحقيقية، سواء من اللعيبة أو من الإدارة، من جميع الأندية. فيما حدث مباراة الأهلي والاتحاد هي إفراز طبيعي لما نعيشه احنا فعلا. احنا نحتاج الى اعاده صياغه لمنظومتنا الرياضيه بشكل عام. طيب، الانديه تحتضر، ثقافتنا الرياضيه تنحر من الوريد للوريد. الاخطاء بالجمله صراحه تواكب المباريات، تواكب الحكام، تواكب الاعلام، تواكب المسؤولين الانديه الرياضيه. لو حبينا نتحدث عن امثله صدقني حناخذ وقت طويل جدا في هذا الجانب. ومباراه الاتحاد والاهلي هي فعلا كانت مباراة بقدر ما هي في نصف نهائي آسيا، بقدر ما هي مباراة يعني نخجل نقول ان هذا فرق سعودية وهؤلاء لاعبين سعودية، بغض النظر من المتسبب. فأنا أتصور ان ما حدث حقيقة ضعف وإفراز طبيعي، وانتقل هذا الإفراز من المستوى الكبار إلى مستوى الناشئين، طيب، وأخشى أن ينتقل لمستوى المدارس ولكافة الأجيال. فالوباء هذا المنتشر لدينا، والنقص الثقافي وعدم تقبل الآخرين، لازم نتخلص منها. فنحن لا نريد الرئيس متهور ولا لاعب منفعل ولا إعلامي مطبل ولا أي شخص يسعى إلى اختراق هذه المنظومة الرياضية التي يجب أن تكون حضارة في الوعي، حضارة في الثقافة، حضارة أمام العالم الآخر. كثير من الدول لا نعلمها إلا من خلال كرة القدم، أما نحن فأصبحنا نتعامل كرة القدم بشيء من العنجهية، بشيء من التشنج، بشيء من قلة الوعي. والكل يتحمل، أندية، طيب، إعلام، رئاسة عامة، اتحاد كرة، الكل يتحمل في هذا الجانب. طيب، برضه حنشوف الصورة مرة ثانية على الشاشة كاملة عشان أيضا نتابعها. وارجع واقول ان احنا غطيناها لانه غير مناسبه، يعني مهما كان مع احترامنا وتقديرنا طبعا للكابتن اسامه المولد، لانها لا نستطيع حقيقه ان نعرضها على الشاشه، لانه يعني نعرف جيدا القناه الرياضيه في كل بيت، فما نستطيع انه نعرض مثل هذه اللقطات حفاظا على الذوق العام. تفضل دكتور. والله يعني وش ممكن تقول عن مثل هذه التصرفات؟ تعليق لك والصورة أمامك. وطبعا والله طبعا بالنسبة لي ما هي واضحة اللقطة، لكن هل هي حركة باليد أو عزك الله بالبسط أو شيء؟ لا أدري، حركة باليد. على كل حال يعني اللاعبين خرجوا عن المألوف، وخرجوا بانفعالات يعني غير مبررة بصراحة، رغم أنه يعني المباراة كانت في أجواءها كان فيها روح رياضية عالية، يعني حتى في أحداث، كان في إصابات، كان في متعاون، كان في بعض في بعض المخاشنات، لكن كانت فيها روح رياضية أثناء المباراة. يعني هي شرارة انطلقت، وبالتالي خرج اللاعبين عن يعني بانفعالات غير مبررة تماما. وفعلا يعني يبدو لي، أنا ما ذهب له الأستاذ حسين في جزء من الحقيقة صراحة، أنه في مبالغة الآن في الوسط الرياضي وفي المجتمع الرياضي، من خلال الإعلام، من خلال رؤساء الأندية، من خلال اللاعبين. يعني في تشنج وما في ثقافة تقبل الخسارة، هذه واضحة فعلا. الجانب التربوي يبدو لي غائب تماما من الأندية. يعني لن يعني أبالغ إذا قلت مهمل، لأنه فيها اهتمام فقط بالفوز والخسارة بغض النظر عن
الروح الرياضية وعن الجوانب التربوية، لأن مثل هؤلاء النجوم فيها صغار يتابعونهم، وبالتالي هناك خلل في التربية، لأن الآن يعني الجميع يتفق أن اللاعبين مؤثرين على النشأ خاصة صغار السن، يعني في مرحلة ابتدائية والمتوسطة وحتى إلى الثانوي يتابعون هؤلاء اللاعبين في أشكالهم، في ألفاظهم، في حركاتهم، في سكناتهم، في روحاتهم، في جهاتهم، وبالتالي إذا نقدم نموذج للأسف سيء للنشأ. طيب من اللي لكن برايك؟ أنا ما أحمل اللاعبين لوحدهم، حتى المنفعلين، لأن ترى الانفعال بالمناسبة صحيح أنه جيد ولا أبرر لهم طبعا، لكن الانفعال من سمات اللاعبين الرياضيين بشكل عام، يعني تشاهد انفعالات أحيانا خروج عن النص، وتشاهد بعض الانفعالات تسمح في اللاعب فيها في حدود معينة، لأن اللاعب عندما يفقد أعصابه لا يستطيع أن يسيطر عليها وتؤثر عليه في 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 حركته وفي في سلوكه أثناء المباراة أو بعد المباراة. نعم. لكن يعني هو السؤال المهم والعريض بعود لك نفس الشيء في التأسيس. نعم. يعني للأسف نهتم فقط بالجانب الفني ونهمل الجوانب التربوية. تراجع الكرة السعودية سبب من أسباب عدم انضباطية اللاعب السعودي، سواء في سلوكه أو حتى في سواء سلوكه داخل الملعب أو خارج الملعب أو حتى في حياته الخاصة، من حيث النوم، الأكل، التدريب، الالتزام، الانضباط، كلها مفقودة في اللاعب السعودي، عدد كبير جدا ربما تصل النسبة إلى 70-80%. إذن هذا خلل في الرياضة السعودية. إذا أردنا فعلا أن نصل باللاعب السعودي إلى 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 النموذج، إلى الاحترافية الحقيقية، إلى الفكر الاحترافي العالي، لابد أن نؤسسه بشكل صحيح. نعم. وعشان نؤسسه بشكل صحيح لابد أن يكون الجانب التربوي موجود في التأسيس من المرحلة المدرسة أو البراعم، ثم الناشئين، ثم الشباب، ثم الأولمبي. عندما يصل الفريق الأول يجب أن يكون ناضج تماما، يعرف حقوقه ويعرف واجباته. هذا مفقود صراحة في الأندية، يعني في اجتهادات، أنا لا أقلل من العمل، في اجتهادات، في جوانب إيجابية جيدة، لكن في جوانب سلبية كثيرة جدا. نهتم فقط بكرة القدم ونهمل الجانب التربوي المهم. طيب. اللي للأسف هؤلاء اللاعبين في الأخير يصيرون نماذج للأسف سيئة للاعبين وللنشأ وصغار السن. طيب عموما اسمح لي كابتن عبد العزيز يا عادل، تفضل تفضل. في إضافة بسيطة، يعني احنا الآن نقول ان اللاعب يحتاج الى جانب تربوي، ايضا الادارات الانديه عليها دور مهم جدا، يعني للاسف الشديد، وانا بتكلم بشفافيه عاليه وبكل وضوح، الانديه هي من زرعت هذا الموضوع في داخل اللاعيبه. لما يجي مثلا على سبيل المثال لاعب مثل ابراهيم هزازه ويخطي مثلا على سبيل المثال، وتاتي اداره الاتحاد تبرر، يجي حسين عبد القني ويخطي، وتاتي اداره النصر وتبرر، رودوي، وتاتي اداره الاهلي تبرر، والاهلي كذلك، وقيس عليها كل الاحداث الرياضيه، كيف اللاعب بيتعدل سلوكيا داخل الملعب اذا كانت الادارات الانديه في الدوري السعودي دائما تبحث عن تبرير اللاعب، ودائما تبحث عن مهاجمة الطرف الآخر، سواء بغض النظر من هو النادي ومن هو المتضرر ومن هو المتسبب، لكن هذه ثقافتنا احنا في المجتمع الرياضي السعودي، لا بد ان نعترف بها حتى على مستوى المنتخبات الوطنية. احنا الان نخسر بالخمسة والمنتخب الاول خسر والاندية تخسر، وربما طبعا ان شاء الله اتمنى الاهلي يجيب بطولة اسيا، ورغم انه كافة الاندية السعودية ما هي مؤهلة تجيب اي بطولة في الوضع الحالي. نعم. الانحدار عام سواء في الملعب او خارج الملعب، احنا الان اصبحنا نتعارك خارج الملعب، اصبح حتى الاعلام شريك فيه، يعني انا بصفتي اعلامي، لكن الاعلام من اهم عناصر ما وصلت اليها الرياضة السعودية، من اهم ما وصلت اليها الاندية، اهم من وصلت اليها الاخلاق الرياضية. اذا احنا نتكلم على الفريق الاول سواء في الفرق، الان الناشئين على مستوى الاهلي والاتحاد الان برضه في اشكاليات بينهم. طيب نسمع اشكاليات في منطقه القصيم في انديه الدرجه الثانيه والدرجه الاولى، ايضا على مستوى الحكام الان اصبحوا ينافسون اللعيبه في الاشكاليات، فالموضوع يعني اكبر من مباراه، اكبر من تصرف لاعب فردي، الجميع يتحمل هذه المسؤوليه، لازم نكون صراحه. الشفافيه اللي احنا ندعيها ونتكلمها في الاعلام، وعندما ياتي اعلامي مثلا في تويتر يغرد بكلام جميل، عندما يخسر فريقه 180 درجه يتحول على الفرق المنافس ويتكلم بعبارات عبارات مشجع، فانا اتصور بشكل عام الرياضه السعوديه تعاني من نقص في فيتامين الوعي. طيب عموما هذا ما يخص اللقطة، ويعني أكيد ما راح نعرضها مثل ما هي، لأنه في النهاية يعني في شيء اسمه ذوق واحترام لعيون المشاهدين ويعني مشاعرهم، يعني في النهاية نحترم ونقدر كثير كابتن أسامة، ولا لكن حركة غير لائقة لإظهارها، وهي حركة باليد بالمناسبة ليست وسخ كما قال الكابتن، ونحتفظ بعرضها بالطريقة التي عرضناها حفاظا على
مشارب المشاهدين. سأذهب الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الثاني وفيه